الله الله، طبنجات وبنصغر لبعض ايه؟ هنقتل بعض في السوق ولا ايه يا رجاله؟ ده انتوا مالكوش غير بعض، وانتوا قاعدين تتفرجوا ولا على بالكم؟ مفيش جدعنه؟ يلا خلاص يلا دخل سلاحك. وانت يا وليد ما تخنق ناس زي اخوك، دخل سلاحك. سابس كيميس نو لو سي باموس ا ماتارلو. انا غلطت في امك يا وليد؟ كارلوس انت كمان يا وليد؟ الموقف ده بقى لو كان حصل عندنا كان هيبقى فيه حوار تاني خالص. طبعا الكل هيقوم عشان يفض لك العركه، والستات هتزغرط، واللي هيجي يبوس راسك وهيلف يلف ويرجع يبوسها تاني، وهوب هتخلص شاي وسحلة، والكل هيقدر جدعانتك. هتشرب هتشرب حتى لو مش عايز. وفي نهاية رحلة بحث عن الجدعنة طلع إن الجدعنة مش موجودة غير عندنا، وما بتترجمش لأي لغات تانية، ولأننا أجدع شعب وعملت لك أجدع كارت. جدع وحدات وجدع إنترنت أكتر من أي حد. كارت وي أجدع كارت لأجدع شعب.